سلام وامان ورحمه عليك ايا كان مكانك في هذه الارض. اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر. الاعلام الرياضي. الاعلام الرياضي ركن اساسي من اركان المنظومه الرياضيه التي تؤثر على توجه الجماهير، وبالتالي ادى الى تطور كبير في الوعي بالنسبه للجماهير، الوعي الرياضي للجماهير. ده اللي احنا هنعرفه النهارده من ضيفي المستشار متعدد المواهب الدكتور استاذ الدكتور صقر آل عبد الله. اهلا وسهلا بيك يا فندم. يا مرحبا، هلا والله، اهلا بيك. يا مرحبا، يا ريت حضرتك تبدا تعرفنا تعرف نفسك للجماهير او المشاهدين. ان شاء الله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اتشرف بوجودي معك في البرنامج الشيق الجميل. شكرا. وبتشرف بقناه الصحه والجمال اللي هم استقبلوني، وطبعا الشرف الاكبر ان انا على ارض مصر، أرض الكنانة، بلد الأمن والأمان، فأتشرف بوجودي معكم. أنا صقر العبد الله، أستاذ دكتور إعلامي بالأمم المتحدة سابقا، ومقدم برامج رياضية سابقا في القنوات الخليجية، ولاعب كرة قدم سابقا بعد، ومدرب كرة قدم لمدة 22 سنة، وحاليا موجود في مصر عندكم على أساس أن عايزين نتشعب على قد ما نقدر ونتكلم عن الإعلام الرياضي. طيب، ونقدر نثقف على قد ما نقدر الشعب العربي والأمة العربية المسلمة. عايزين نعرف بقى من حضرتك إيه مدى تأثير الإعلام الرياضي على توجه الجماهير؟ طبعا الإعلام الرياضي هدفه أن نثقف المشاهد ونثقف الجماهير، نثقف المدرب الإداري اللاعب. إحنا محتاجين الثقافة الكروية الرياضية تنتشر على الدول العربية والخليجية. الدول الأوروبية بيعتمدوا، يمكن كل لاعب في الدول الأوروبية مع الطبيب النفسي الخاص به، إنزين، عشان يؤهله قبل المباراة ويهيئه. الإعلام الرياضي اللي احنا بنهدف ليه إن شلون نثقف المشاهد ونوصل له أعلى نسبة ثقافة ووعي بالرياضة والإعلام من خلال الإعلام. يعني اندماج الرياضة مع الإعلام أدى إلى زيادة التأثير؟ محتاجين طبعا، محتاجين ندمجهم مع بعض، لأن مش هنقدر نفرق، لأن الإعلام طيب هو محتاجين وعي، ونثقف الرياضي ونثقف اللاعب ونثقف المشاهد. فبارك الله فيك، المجتمع نفسه هيصير عنده وعي ثقافي والمنظومه كلها تكتمل. يا ريت المشاهدين يتواصلوا معانا مداخلات تليفونيه. اتفضل. فالله يسلمك، احنا محتاجين طيب نثقف المشاهد قبل اللاعب، قبل المدرب، قبل الاداري. انزل المشاكل اللي بتصير مثلا ما بين الجمهور، ليش؟ شو السبب؟ المشاكل اللي بتصير ما بين اللاعبين، ليش؟ دي رياضة تنافسية شريفة، انزل كل واحد يبذل ما في وسعه من الجهد والعرق، وفي كان مثلا الحكم بيمثل صورة القانون في الملعب، الجمهور بيوصل رسالة للدول الأوروبية من ناحية الوعي والثقافة، مش المشاكل والهواش والطق وتكسير وهذه، عارف شو؟ الضوابط بقى، عايزين نتكلم عن الضوابط اللي بتخضع لها الإعلام الرياضي. أول شيء طبعا يفضل يكون الإعلامي أولا وأخيرا لازم يكون دارس إعلام. طيب، يكون لازم يكون عنده الكاريزما الإعلامية اللي تأهله هو يكون إعلامي، يقعد بارك الله فيك أمام الكاميرا، إنزين، ويقدر شلون يثقف المشاهد، على الأقل يكون عنده بارك الله فيك قواعد الصرف والنحو، إنزين، شو اسمه، القوة الذهنية والبدنية، سرعة رد الفعل، شلون يتعامل مع المشاهد الأمي والمشاهد العادي والمشاهد المثقف والمشاهد فكل الشرائح ديت يفضل الإعلامي يكون بهذه الطريقة. مقدمين البرامج الرياضية دلوقتي مؤهلين لذلك؟ هو في للأسف، بدون ذكر أسماء، لا يعني في غير مؤهلين للأسف. ودي مشكلة كبيرة جدا بنواجهها، لأن هو أوريدي يعني مش مؤهل وهو مش إعلامي، فشلون أنا أعرف ناس أصلا ما يعرفوش حاجة عن الرياضة وبيشتغلوا في كادر الرياضة. لا صعب جدا، صعب جدا، لأن أول شيء أنت ما مارست المهنة أو ما مارست اللعبة أو ما مارست هذه، شلون هتنقلها للمشاهد وأنت أصلا ما عندك خلفية؟ عارف شو؟ ممكن أسألك حاجة؟ نكلم فانوس شوية في فانوس ساكت ما بينطقش. أنا دخلت عليا كده وما سلمتش عليا، بس أنا مستني، بس مستني أقول لك النهاردة الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ونورت الحلقة حبيبي. قول لي بقى بصراحة، أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ أنا بشجع منتخب مصر أم الدنيا. مالوش مفيش نادي معين يعني. أنا أصلاً أنا لعبت بنادي الزمالك. آه. وبحب النادي الأهلي، لأن لي أصدقائي في النادي الأهلي لعبت معاهم مثل الكابتن وليد صلاح. زمهلاوي يعني، زمهلاوي. وبحب نادي الإسماعيلي وبحب المصري. أنت بتتعبر في مصر معانا، أنت كده زمهلاوي خلاص، أنت كده نورت الدنيا كلها.
وطبعا انا بصراحه يعني بحب كل الانديه المصريه، لان شفت في طفره كمان في الانديه صارت، في توجيهات اول شيء من سعاده الوزير اشرف صبحي، عمل طفره بصراحه جميله جدا جدا، وفي كمان توجيهات من حضر صاحب السمو فخامه الرئيس عبد الفتاح الشريفي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟ لا الشريفي. الشريفي لان هاي الرجل شريف بمعنى الكلمه. انا بقول الشريف عبد الفتاح السيسي. هو بارك الله فيك، هو عبد الفتاح السيسي طبعا له كل تقدير وتحيه واحترام مني شخصيا، وانا بحب هاي الرجل في الله. تحيه لجيشنا طبعا. طيب، وتحيه لسياده الرئيس. الجيش الابيض. انا في حياتي ما شفت جيش الجندي فيهم ما يعادل كتيبه كامله. الجندي العسكري بيطلع يقول يا امي انا رايح استشهد، عمرنا ما سمعنا هذه، وده نابع بارك الله فيك من القياده الحكيمه اللي وصلت الجندي ان يفدي بدمه عشان تراب ارض مصر. خير اجناد الارض هو جند مصر. نعم، رسول اللي قال كده. الرسول ورب العالمين تجلى بعزته وجلاله لمصر ارض الكنانه، عرفت شلون؟ بس مصر بلد الرسل والرسالات. مصر من الدول اللي لها سر كبير جدا، حتى ذكرت في القران كتير. يعني مصر لها سر. مصر ذكرت في القران 27 مره، منها اربع مواضع صريحه و23 في مواضع كنايات واستعاره تصريحيه واستعاره مكنيه. مصر بلد الرسل والرسالات. للحين سجن سيدنا يوسف موجود في منطقة البدرشين في مترهينة. الشجرة بتاع ستنا مريم موجودة للحين في منطقة المطرية. الشجرة اللي كان بيتلقى منها سيدنا موسى الكليم والكريم الرسالات في سانت كاترين ورقها أخضر وعمرها 4000 سنة. نهر النيل اللي بيمتد لنهر الكوثر في الفردوس الأعلى، وما أدراكي برب العالمين. هي خزائن الأرض كمان، يعني تحت أرضها في كنوز. الله يطول بعمرك. مصر بلد الخير، بلد الأمن والأمان. الله يديم عليكم الأمن والأمان بحق لا إله إلا الله. إن شاء الله يا رب. واضح يا دكتور أنت بتحب مصر قوي. لا أنا مش بحب مصر. وإحنا حبيناك والله. أنا بعشق تراب مصر. بالرغم أنه هو مش مصري. بالرغم أنه هو مش مصري، لكن هو بيعشق مصر. وأنا فدا لأصغر مصري. وانا تحت رهن، يعني اشاره اي مصري يطلبني باي مكان بكون تحت يعني رهن اشارته. طب نرجع بقى للاعلام الرياضي وندخل على استوديو التحليل. استوديو التحليل دلوقتي، استوديوهات التحليل كلها تابعه للمنهجيه صحيحه؟ للاسف لا. في الوطن العربي. في الوطن العربي. قصور في كل الوطن العربي عموما. للاسف. إيه؟ نعم. ايه القصور فيه؟ القصور طبعا عدم ثقافه. بيكون يعني مثلا ايش هو مو بشرط مثلا ان انا اكون لاعب كره قدم واجي احلل او مدرب او اجي احلل او لا، ما انا لازم ادرس الاعلام واعرف قواعد الاعلام بارك الله فيك والمنهجيه انزين والاسس اللي بتبني عليها الاعلام اوكي عشان ابدا اسير على خطى كاعلامي انزين. مش اجيب مثلا اي واحد اوكي مثلا ايش حالات التسلل، حالات الكرت الأحمر إيش، الكرت الأصفر إيش، الأشياء دي أنا مش قادر أثقف المشاهد لأن أنا بعطي جزئية فقط، أنا عايز أعطي عامية للمشاهد إنزين. فلكن أنا لازم أدرس إعلام، أتعلم بارك الله فيك. في إعلاميين في مصر ما شاء الله الله أكبر عليهم من خيرة الإعلاميين جباهزة. طيب فيفترض نتعلم منهم نتثقف عقب نقدر نقعد قدام الكاميرا، لكن مثلا مو بأي حد يجيب أي حد ويقعد. بالنسبة للتحليل الرياضي، مين المحللين العرب اللي انت حضرتك بتحبه؟ هو طبعا اي واحد بيجتهد بحبه. يعني اي واحد بيجتهد بيوقف قدام الكاميرا انا بحبه، ده بيجتهد زي انا كده يا دكتور بالظبط، زي المجتهد اللي قدامنا. انا لسه تلميذ بارك الله فيك وهفضل اتعلم لين اوصل لاخر يوم بعمري اتعلم، واحمد رب العالمين ان انا جيت مصر عشان اتعلم اكثر واكثر من الاعلاميين اللي بمصر. طيب ويكفيني ان انا قاعد كمان قدام اعلاميه الدكتوره دانيا. طيب وفي مثلا الاعلاميين على اعلى مستوى، يعني عندنا الاستاذ وائل البرغشي له مني كل تحيه وتقدير، مدرسه بروحها. انزين في اعلاميين مثلا كبار جدا لهم تاريخ ولهم بصمات نقاد، الاستاذ مفيد فوزي. انزين الاستاذه رتيبه الحفني، في ناس ما شاء الله لهم باع في الاعلام وتاريخ في مصر، تاريخ كهرم هرم بارك الاعلام. الله بقى مش في مثلا على مستوى الاعلام، احنا بنتكلم في الطب والرياضه والفلك والديناميكا والاستاتيكا والتمثيل والطرب الشعر القران الاحاديث الازهر مناره الاسلام في العالم العربي والعالم الاسلامي كله. طيب عندنا بارك الله فيك يعني نجيب محفوظ جائزه نوبل. طيب الدكتور يعني بصراحه مجدي يعقوب ده طبيب القلوب، طبيب الفقراء الدكتور محمد مشالي للحين بيعالج الفقراء بخمسة جنيه وستة جنيه. انا بوجه لهم طبعا كل تحيه وتقدير واحترام المتواضع مني انا ليهم.
وكمان يعني بوجه تحية لحضرة المستشار مرتضى منصور، لأن هو كرم الدكتور محمد مشالي قبل أسبوع، أعطاه درع تذكاري من نادي الزمالك لمجهوده اللي سواه الدكتور محمد مشالي مع الفقراء والمساكين، وأرسل الكابتن طارق يحيى اللي أنا تشرفت لعبت معاه بهدية تذكارية للدكتور محمد مشالي. مصر ولادة لين يوم القيامة. تمام. طب في ظل أزمة كورونا، في دوريات هتستأنف نشاطها تاني وهتبدأ زي الدوري الألماني، صحيح، وفي دوري لم يحسم بعد زي الدوري المصري، وفي دوري اتلغى. حضرتك شايف رؤيتك ايه في الموضوع ده؟ الدوريات طبعا هم من وجهة نظرهم بيحاولوا يتأقلموا مع كورونا الوباء، الله ينجينا منه يا رب بحق لا إله إلا الله، ويجعل مصر بلدا آمنا آمنا سخاء رخاء وسائل بلاد المسلمين إن شاء الله يا ربي. هم حاولوا يتأقلموا مع كورونا طيب في الدوري عندهم، هو هيتعايش معانا مثلا هيتعيشه. خلاص لازم نتأقلم على الوضع. هل احنا هنقدر في مصر او في الدول العربية والخليجية نقدر نتأقلم مع كورونا ونتعايش معاه لحد رب العالمين يزيل الوباء دوت؟ لو قدرنا نتعايش، عرفت شلون، ما فيش مشاكل، لان بارك الله فيك يعني يمكن في مصر لا يقل يمكن عن حوالي 50,000 مدرب ولاعب وحكم بيستفيدوا من المنظومة ديت، ودي رزقتهم كرة القدم، فكل ما بيقفوا النشاط هم طبعا مش خسرانين. طبعا النشاط الكروي ما يوقف او الرياضه عموما ما توقف، ده بيأثر عليهم سلبيا على الكل، على الكل بارك الله فيك، على الكل بيأثر كمان على اللي هي المجهود بتاعهم، على اللياقه البدنيه. بالتاكيد ما اللياقه البدنيه اوريدي بتنزل من قله التمرين والفتنس والكنترول. بس في ناس كانوا عاملين بقى في اكاديميات خاصه، كانوا عاملين نظام ايه اللي هو اونلاين، إيه تدريب اونلاين كله عن طريق النت، بس برضه لازم نادي ولازم اللاعب شمس. اللاعب دوره ايش؟ ينزل في الملعب بارك الله فيك، ينزل يلف حوالين الملعب، يعمل استرتشات، اطالات، احماء، تقويه، بارك الله فيك، الاشياء دي مطلوبه. لازم اوبن اير. طب في البيت وين هتسويها؟ في البيت. بالتالي عندنا مثلا الشباب بنفرغ طاقتهم وين؟ في الملاعب، عرفت شلون؟ فمثلا في الاكاديميات اللي انتشرت في مصر هذه، طيب والملاعب اللي هي في الفرجان وفي الشوارع وفي الابنيه، ما بالتالي كمان احنا بنستفيد منها ان الولد البرعم او اللاعب بدل مثلا ما يروح لا قدر الله ينحرف، لا بيفرغ طاقته، مثلا بيروحوا يأجروا الملعب يلعبوا مثلا 8 ب 8، 5 ب 5، 10، عرفتي؟ بيفرغ الطاقة وبيطلع منهم مواهب، عرفتي شلون؟ فطبعا لو قدرنا نتعايش احنا في الوطن العربي وبمصر، لأن مصر بلد مو بصغيرة، طيب وعدد السكان مو بصغير، غير بارك الله فيك المقيمين، يعني البلد الوحيدة هذه اللي ما بتفرقش ما بين ديانات. لا. البلد الوحيدة اللي ما بتفرقش ما بين جنسيات. انزين كل واحد بيدخل مصر بيعرف إن هي بلده وبيعيش وبيتعايش. واي مش تحس مصري فيها بغربه اصلا، ما بشعرش بغربه. انا قاعد بمصر الحين عايش ان انا وسط اهلي وربعي واخواني، مش حاسس باي غربه. عرفت شلون؟ دي طبيعه مصر، دي الفطره اللي اتفطر عليها المصريين، عرفت شلون؟ مصر حبها في ابنائها لتراب بلدها، عشان كذي انا بعشق مصر. تمام. طب حضرتك برضو يعني هتقول لي الرؤيه بتاعت حضرتك بالنسبه لعوده الدوري او استئنافه تاني؟ طيب ولا نلغيه؟ لا 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 ما نقدرش. ولا نتعايش مع كورونا لو وعادي قدرنا نتعايش. خلاص. لو قدرنا نتعايش طبعا بالتأكيد هيكون في توجيهات من فخامة الرئيس لسعادة وزير تعقيمات بقى في النوادي والكلام ده. ما هو برضو أصل الموضوع مش صغير، ومصر مش بلد صغيرة، طيب وفيها أندية كتير جدا، عرفتي؟ هل مثلا هيبقى في كنترول على كل الأشياء ديت؟ من تعقيمات بارك الله فيك، من تعقيمات لاعبين ومدربين وأدوات وأجهزة و بارك الله فيك مثلا جمهور او هذه، هنقدر لو كيفنا نفسنا على المنظومه ديت وقدرنا بارك الله فيك نسيطر عليها يرجع الدولة. طب الاعلام الرياضي بيؤثر على اتخاذ القرارات في الانديه؟ طبعا. يعني مثلا بارك الله فيك في الانديه سلبيين او ايجابيين؟ بيكون الاثنين، لان في انديه جماهيريه عرف شلون، فكمان الاعلام بيأثر عليها بالسلب او الايجاب، فبيرجع مثلا كالرئيس النادي او امين السر او اعضاء مجلس الاداره من خلال وجهة نظرهم بيقدروا مثلا يتعايشوا مع الإعلام، إن كان مثلا موجه للنادي لصالح النادي إن كان إيجابي أو سلب، عرفت شلون؟ ولكن طبعا مش كل بارك الله فيك التوجه بيكون بناء. المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا دي أثرت على الإعلام الرياضي؟ أثرت على العالم كله، لأن العالم كله بارك الله فيك خلاص بيتعايش ويتفاعل مع التواصل الاجتماعي. طب أثرت بقى بشكل سلبي أو إيجابي؟ اللي بارك الله فيك بيحاول يتخذها بالسلب بتأثر عليه بالسلب، واللي يبي ينتفع منها بالإيجاب بينتفع منها بالإيجاب. عرفت شلون؟ انزل انت مثلا بتدخل على موقع عايز بتشوف مثلا معلومة صحيحة، طيب وبتقارن وبتشوف من صحيتها ومصداقيتها او سلبيتها. اي نعم. فلكن التواصل الاجتماعي خلاص بقى شيء في حياتنا لا غنى عنه. اتكلم يا فانوس شوية، ايه رأيك في كلام الكورة؟ انا مبسوط او كلام الدكتور حاسس ان هو بيضنا،
يعني مش حاسس بغربة وقاعد معانا اللي هو ضيف او هو مش، لا انا حاسس ان هو مصري اكتر مننا احنا، يعني حاجة كده جميلة قوي قوي، مش لاقي اي كلام اقوله عليه يعني بجد. حبيبي ما فانوس، شاء الله عليك يا دكتور. حبيبي اللي شرب من نيل مصر طيب وعاش على أرض مصر وتنعم بخير مصر لازم يعشق مصر، واللي يعرف تاريخ مصر وحضارة مصر وإمكانيات مصر على العالم كله يعشق تراب مصر، وأنا عاشق لتراب مصر. والله يا دكتور شرف ليا اللي انت معانا الحلقه دي بجد، وانا مبسوط حبيبي قوي قوي، انا جاي النهارده الحلقه مخصوص عشان اقابل حضرتك. ومن حبيبي، الحاجات الجميله قوي قوي اللي الاقي حد يتكلم عن المصريين وعن مصر بالشكل الجميل ده. ما بارك الله فيك، اللي يعرف مصر واللي يعرف مصريين واللي يعرف تاريخ مصر واللي يعيش على أرض مصر يتنغم في مصر، ده اللي أقدر أقوله لك. طب هل ترى ان مستوى المدربين العرب دلوقتي مؤهلين للتدريب في بيجتهدوا، بالمقارنة مثلا بأوروبا؟ لا مش هنقدر نقارن نفسنا بأوروبا. طب ليه؟ فرق طبعا الإمكانيات والثقافة والتعليم، ففي فروقات كتير جدا، ولكن في مدربين اجتهدوا بصراحة، لهم بصمات في الدوري المصري، لهم بصمات في الخليج. طيب يعني أنا مثلا عندي كابتن الله يمسيه بألف خير، كابتن علي خليل لاعب نادي الزمالك سابقا، أنا اشتغلت معاه 8 سنوات مساعد مدرب لي، رجل عبقري في تدريب براعم كرة القدم، الشيخ طه اسماعيل الله يطول بعمره ويعطيه العافية، اشتغلت معاه بارك الله فيك وعملت دكتوراه في الفيفا معاه، قيمة وقامة. عندنا مدربين ما شاء الله لا إله إلا لهم تاريخ. العرب بالنسبة للعرب، بالنسبة لمصر بقى، ما هي مصر، ما هي اصل بارك الله فيك، لما مصر بتعلى الخليج بيعلى بصراحه، عرفت شلون؟ في الكوره برضو، في كل شيء مصر ولاده بارك الله فيك ودائما تبعث، عرفتي؟ فالعالم العربي كله بارك الله فيك مرجعه لمصر، عرفت شلون؟ مصر لما تعلو العالم كله بيعلو، وان شاء الله يا ربي الله يجعل مصر عاليه باذن الله بحق لا اله الا الله يا رب ان شاء الله. امين يا رب. طب مين من الاعلاميين العرب اللي حضرتك بتحب تسمعهم، العرب مش المصريين، لهم يعني ايه حاجة خاصة عند حضرتك؟ يعني انا بصراحة انا كل واحد بسمع له، مش بميز حد او ما بنصيتش لحد، لا انا بسمع اللي هم الاعلاميين اللي هم يعني ايه اقوياء جدا، ما انا بس انا بسمع للكل، لان كل واحد بارك الله فيك قاعد امام الكاميرا. معانا تليفون. الو استاذ عفاف. الو حضرتك، ازيك يا استاذ عفاف؟ اتفضلي. انا محتاجة مساعدة من حضرتك. ماشي، سيبي اسمك في الكنترول. تمام يا استاذ عفاف، اتفضل. انا بقول ان اي اعلامي قاعد امام الكاميرا وصادته الجرأة ان هو يقعد امام الكاميرا ما يخاف ما يستحي، طيب، وقدم رسالة مهما كانت بسيطة، ده اجتهاد منه، فانا بثني عليه، فما بميز واحد عن الثاني او خليجي عن عربي عن مصري او هادي، لا يعني الجرأة قدام الكاميرا خلاص. طبعا هي في حد ذاتها هي اساس، هي طبعا اساس. ما انت لو الاعلامي قاعد امام الكاميرا وما خاف ما استحى، ان كان برنامج حواري ان كان برنامج ثلاثي بارك الله فيك، دي في حد ذاتها الكاريزما ديت مش بتتوفر لعدد وايد من الاعلاميين، ولكن اللي اجتهد انا بثني عليه. طب شكل الكوره وعموما بعد ازمه كورونا شكله هيتغير؟ هيبقى في تغيير؟ طبعا لازم. ازاي يعني؟ عايز اعرف. اول شيء لازم هتكون المنظومه من اتحاد الشباب والرياضه هتبدا تتغير تماما، عرفتي؟ الافكار، اوكي؟ هنبدا نشوف السلبيات ايش اللي اثرتها كورونا بالسلب على الرياضيين والمنظومه الرياضيه بالكامل. انزين؟ ونقدر بارك الله فيك نعيش ونتعايش معها ونؤهب نفسنا مره ثانيه لو لا قدر الله صار اي وباء او ابتلاء شلون نقدر نتعايش معها. عرفت شلون؟ فيفترض طبعا بالتأكيد الكل عمل احتياطاته، العالم كله عمل احتياطاته بارك الله فيك من كورونا واللي صار في كورونا، العالم كله توقف، فإذا رب العالمين عطانا رسالة. بس أنا سمعت إن موضوع كورونا ده ممكن يدنوا على طول، يعني يدنوا يعني عموما يعني ممكن نتعايش معاه، يعني هما كان في ناس بيقولوا بيروح بالحر بيروح، لكن هو واضح إن هو مش هيروح لما يكتشفوا لقاح ليه أو دواء أو مصل ليه، لكن هو هيدنوا ثابت معاك لحد ما يكتشفوا مثلا اللقاح ده، فهم بعيد انهم موقفين الدوري او موقفين المباريات لحد كده، ممكن الله اعلم ممكن بعد سنه يكتشفوا اللقاح. الحياه مش هتتوقف، الحياه مش احنا هنتعايش، عرفت شلون؟ في بارك الله فيك مثلا وزاره الصحه قايمه بمجهود خرافي، وبوجه تحيه لوزيره الصحه الدكتوره هاله يعطيها العافيه، ما شاء الله قايمه بمجهود ما شاء الله خرافي، عرفت شلون؟ والعالم كله قاعد يتحرك، انزين؟ لان خلاص صار امر واقع عايش بينا، انزين؟ وفي وفيات وفي مصابين، الله يكفينا يا رب شر البلاء والامراض.
فبنحاول على قد ما نقدر خلاص نتعايش معاه ونعيش معاه ونتأقلم، لين رب العالمين يأذن أن ينهي بارك الله فيك الأمراض والوباء من العالم كله خلاص. ولكن لو ظل خلاص لازم نظل نتعايش معه لأنها مش هتتوقف، ولكن هيكون فيها طبعا ضوابط. اه في ضوابط، في معايير معينه بالتأكيد. نعم هو ده اللي حضرتك ممكن يعني ايه ده اللي يحصل بعد كده. ما ده اللي المفروض ده المفروض يحصل. القياده الحكيمه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وعاطي توجيهات بالكلام دوت، عرفت شلون؟ خلاص لوزاره الشباب والرياضه تعايشوا انزين، وكل الوزارات قاعده تشتغل حاليا وعلى راسهم وزاره الصحه، عرفت شلون؟ وبصراحه الدكتوره هاله انا بثني عليها. طيب فلازم نتعايش خلاص، امر واقع مش عارفين رب العالمين متى هياذن. لا ما فيش وقت، لا ما فيش وقت، خلاص حاجه عاديه. طب النجاح الكبير للعيب محمد صلاح في اوروبا، انت شايف ان في مواهب كده زيه في الدول العربيه عموما ممكن تطلع تصعد كده يبقوا زي محمد صلاح؟ ده مش في الدول العربيه، ده في مصر عندنا لا يقل لا يقل عن لا الدول العربيه بمصر بكله، انا مش قصدي على يعني مصر من ضمن الدول العربيه، بس انا اقصد ان مصر بروحها على الاقل على الاقل لا يقل عن مثلا حوالي يمكن 40 مليون محمد صلاح. بس ايش اللي ينقص؟ التوجيه، الامكانيات، محتاجين كشافين بارك الله فيك يروحوا يشوفوا. طيب يروحوا الفرجان، يروحوا الاقدميات اللي في الشوارع هذه، اوكي، يروحوا الارياف. يعني كان عندنا رحمه الله عليه كابتن علي شرف رحمه الله عليه كشاف نادي الزمالك انزين، كان بيروح بارك الله فيك الكره والبلاد الارياف وصعيد مصر يشوف بارك الله فيك الموهوبين ويجيبهم نادي الزمالك يلعبوا. احنا محتاجين بارك الله فيك في الفتره هذه، عرفت شلون؟ اي نعم احنا وقتنا قرب يخلص. قبل ما نخلص عايز اقول طموحات حضرتك وامالك ايه. انا اول شيء طموحاتي وامالي ان انشر في مصر ثقافه الاعلام الرياضي وخصوصا للمعاقين. انا قدمت برامج في قناه الحياه العربيه قبل شهرين وصورت بنادي 6 اكتوبر، شفت قدرات خاصه بنادي 6 اكتوبر واخدين ميداليات ذهبيه على مستوى العالم. طيب وين الاعلام عنهم؟ طيب. الإعلام عندنا بيجيب ناس تانية. لا للأسف الشريحة ديت. طيب الشريحة اللي هم الشريحة دي أول شيء كمان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أوتى أعطى توجيهات للشريحة ديت الاحتياجات الخاصة، وأنا بقول عليهم قدرات خاصة. والدكتور أشرف صبحي بصراحة عمل أرض خصبة في مراكز الشباب والأندية للاحتياجات الخاصة. أنا تفاجئت لما رحت نادي 6 أكتوبر وببلغ طبعا تحية لرئيس النادي عبد الناصر خطاب ودكتور أشرف شكري اللي استقبلوني وصورت معهم واخدين ميداليات ذهبية على مستوى العالم. الوقت خلص، فأتمنى أن طبعا أقدر. أنا والله أنا كنت نفسي أقعد معك أكثر من كده وأسألك أسئلة أكثر من كده، بس وقتنا يا دكتور الوقت خلص يا فانوس. أشكر الدكتور عشان الوقت خلص. أنا عايز أسأل السؤال ده بالأول الحال. معلش الوقت خلص يا فانوس. أنا مثلت ثلاث أفلام في مصر وثلاث مسلسلات. أي نعم. هو دكتور مستشار صقر آل عبد الله متعدد المواهب، متشكر جدا شرفتني. نورتنا يا دكتور، نورتنا النهارده. الى اللقاء اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر.